اعمل دلوقتي السمك فيليه بصوص البرتقال. نقول على المكونات: بصل، عصير برتقال، سراتشا، صويا صوص، ميه، زيت سمسم، خل، جنزبيل، بشر برتقال، ثوم، وطبعا حته السمك الفيليه. مكونات كتيره شويه، بس انا اقول لحضراتكم على حاجه، انا هسهلها خالص خالص خالص. هحط كل المكونات في بوله واحده، وبعدين هبشر الجنزبيل والثوم، ويبقى الموضوع كله هيتحط في طاسه، هيبقى خلاص اتظبط. المهم بس الاول اطمن ان السمكه هتستوي. حط دي كده يعني، وانا بشتغل في الصوص يبقى السمكه على النار تاخد راحتها في السوا. حط عليها شويه من زيت الزيتون من الناحيه التانيه. من الحاجات الكويسه قوي بقى ان احنا ممكن لو خايفين ان السمكه تلزق نبتدي بيها بنار هاديه. يعني ايه بنار هاديه؟ نار هاديه كده، ونسيبها براحتها خالص خالص تستوي لحد لما ابتدي اسمع صوتها. حرك الطاسه بالراحه، لقيتها تمام اقلبها، لقيتها لسه مش تمام يعني اتفكت من الطاسه تمام، ما فكتش هسيبها زي ما هي وارجع لها تاني. زي ما بقول لحضراتكم بقى، احط عصير البرتقال. السراتشا دي عباره عن هوت صوص يعني، بس هو اسيوي، حرقه جدا جدا، فهاخد منها حبه صغيرين مش كتير علشان ما تخليش الموضوع يبقى سبايسي قوي. والصويا صوص، خلي بالنا الموضوع الصويا صوص ده مهم قوي، لان الصويا صوص الدارك صويا صوص هو اللي مش مالح، الصويا صوص اللايت هو اللي حادق جدا. خلي الزيت طبعا عشان نحطه في الطاسه، وادي الخل. هنبشر الزنجبيل، مش كتير قوي يعني حوالي ربع معلقه صغيره، لسه كمان شويه. وفص ثوم برضو هبشره، هحاول على قد ما اقدر ان مبقاش في حاجه جامده في الصوص، يعني مبقاش في حاجه بتعض. ده فص ثوم كبير قوي، هاخد نصه بس. اول حاجه هبتدي بالبصل ونعلي النار. اول لما البصل يبتدي يغلي او يبتدي يسمر، يبتدي بما انه صوص برتقال نحط قطعتين برتقال كده، وممكن واحده عليها من فوق. اغلب السمك بيستوي الجزء الاولاني، حوالي 90% من سوى السمك بيبقى على الناحيه الاولانيه، والباقي بعد كده لما بنقلبها ما بنسيبهاش نفس المده، بنسيبها دايما مده اقل. برضو بيبقى راجع لسمك السمكه نفسها، لو السمكه سميكه شويه بنحاول نخليها تفضل فتره، بس برضو مش قد الفتره الاولانيه. كده ابتدى البصل يا دوب يبتدي يسمر كده. لو عايزين نتقله، بس انا ما انصحش يعني ان احنا نتقل الصوص ده، لان هو مش محتاج يتقل. الصوص ده المفروض يبقى طري خالص يعني، بسايب خالص. كان ممكن نحط عليه يعني معلقه دقيق او بيكنج صودا او اي حاجه تتقله، بس مش محتاج خالص ان هو يتقل. ادي السمكه اهي، سيبها زي ما هي كده. احط عليها بقى ايه، قطع برتقال اصغر شويه. خلي بالكم بس حركوا واحنا بننقل الصوص من الطاسه لهنا، عشان بيبقى سخن يعني، نبقى دايما نحاول نخلي فيه مسافه عشان لو حصل ان حاجه طلعت من الطاسه ما تجيش عليها.